السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العاشرة، والتي نناقش فيها تواصل زيارات المسؤولين الغربيين إلى ليبيا وإعلانهم دعم وتأييد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والذي جاء هذه المرة على لسان كل من سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا والمبعوث الإيطالي إلى ليبيا إلى جانب السفير الألماني لدى ليبيا خلال زيارتهم طرابلس. دعم يطالب مجلس النواب بالانعقاد لمنح الثقة لحكومة الوفاق، فضلا عن تعهد الاتحاد الأوروبي بمساعدة الحكومة في أي لحظة يطلب فيها المجلس الرئاسي تقديم المساعدة. فإلى أي مدى تساهم هذه الزيارة في دفع المشهد السياسي وتحقيق التوافق بين جميع الليبيين؟ وما طبيعة الدعم المطروح من قبل المجتمع الدولي وإمكانية مساعدته لحكومة الوفاق للتصدي لمهامها؟ وما هي أهم التحديات أمام حكومة الوفاق الوطني ونوعية الدعم الدولي الذي تحتاجه؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في عشية الليلة. ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس وزير الصناعة في الحكومة الانتقالية سابقاً محمود الفطيصي، ومن البيضاء عبر الهاتف الناشط السياسي سليمان البراسي، عبر سكايب من باريس الباحث في الشأن الليبي حسين جيدل، وعبر الهاتف من الدوحة الناشط السياسي وحيد برشان. نرحب بكم جميعا، وقبل أن نبدأ النقاش أدعوكم والسادة المشاهدين لمتابعة هذا التقرير. يتوالى التأييد لحكومة الوفاق الوطني من المجتمع الدولي من خلال تواصل زيارات المسؤولين الغربيين إلى ليبيا. الثلاثاء استقبلت العاصمة طرابلس سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا ناتاليا أبوستولوفا والمبعوث الإيطالي إلى ليبيا جورجيو ستاراتشي والسفير الألماني لدى ليبيا كريستيان موخا. وقد جدد دبلوماسيون دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، وأوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا أن المجتمع الدولي يطالب مجلس النواب بعقد جلسة لمنحها الثقة. نحن نشجع المجلس الرئاسي على التسريع من وتيرة تسلمه لسلطاته، لأن الشعب الليبي ينتظر أفعالنا سريعة. أنا أيضا أعبر عن تعهد الاتحاد الأوروبي بمساعدة لحكومة ليبيا في أي لحظة يتقدم المجلس الرئاسي بطلب لذلك. بدوره أعلن المبعوث الإيطالي إلى ليبيا جورجيو ستاراتشي عن مساعي بلاده لتعزيز الدعم لحكومة الوفاق الوطني، وذلك من خلال استضافة إيطاليا قريبا مؤتمرا للشركاء الدوليين، مشيرا إلى أن بلاده تؤمن بوحدة التراب الليبي. نحن نؤمن بليبيا قوية مزدهرة مستقرة وموحدة، ونحن لن نسمح أبدا بتقسيم ليبيا. رئيس الوزراء الإيطالي رينزي قال أمس في قمة الدول الخمس في ألمانيا إن القتال ضد داعش سوف يكون بأيدي وقرارات ليبية. ويبقى التساؤل المطروح حول إمكانية استفادة حكومة الوفاق الوطني من الدعم الدولي المطروح وإمكانية مساعدته لها في تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد. إذن أبدأ مع سيد الفطيصي، كيف تقرأ تواصل زيارات المسؤولين الأوروبيين لطرابلس بعد انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إليها، وكذلك تواصل إعلان هؤلاء المسؤولين دعم حكومة الوفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية مساء الخير ليك وللمشاهدين الكرام. ذلك فيما يتعلق بتوافد الوفود الأوروبية وغيرهم لمساندة المجلس الرئاسي، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية ليبيا وأهمية الأزمة الليبية. العالم الحقيقة ضاق درعا بما يحدث في ليبيا، ولن يصبر أكثر مما صبر علينا. إذن القضية الآن مرتبطة بنا نحن، هل فعلا نعي أن نحن ضيعنا بلدنا وبدأنا نقاتل بعضنا البعض ونسينا أن نحن إخوة في الدين وإخوة في الدم؟
ولهذا الآن العالم يمد أيديه كما مد يداه في 2011، الآن يمد يديه لقضية الاستقرار. فعلى الشعب الليبي وعلى النخبة وعلى السياسيين أن يعوا أن العالم الآن يعطي فرصة أخيرة لنا. إذا اغتنمنا هذه الفرصة ورجعنا إلى عقولنا وبدأنا نفكر في وطننا فبها، وإلا التفت علينا العالم وتركنا كما ترك الصومال وترك دول أخرى تعاني الويلات لعشرات السنين. طيب، وضحت الفكرة. سيد البرعسي، إذن ما رد الفعل المتوقع إزاء مطالبة المجتمع الدولي لمجلس النواب بالانعقاد ومنح الثقة لحكومة الوفاق بحسب سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا؟ السلام عليكم. أعتقد أن الدعوة لمجلس النواب باعتماد الحكومة هي دعوة تنبثق من الاتفاق السياسي الذي أبرم خلال شهر ديسمبر الماضي، ولكن هل هذه الدعوة جادة أم لا لا نعرف. هل يجب على مجلس النواب فعلا التصويت على هذه الحكومة وأعطاء الثقة؟ لا نعرف. لماذا؟ لأن هناك جزء آخر من الاتفاق السياسي يرى البعض أنه أخل بالاتفاق، وهو تكوين المجلس مجلس الدولة. هذه الأشياء كلها ربما تعطي فرصة للمناوئين لهذا الاتفاق سواء كان في البرلمان أو غيره لعدم التصويت لهذه الحكومة. التوجهات الأوروبية والغربية والدولية كلها معروفة، تريد الاستقرار لليبيا لمصالحها الخاصة. كيف يكون هذا الاستقرار؟ أعتقد أنه لا يهمهم، ولكن أعتقد أن ما يهمنا نحن كليبيين أعتقد هو كيف نصنع استقرار دائم يحفظ الدم يحفظ البلاد. وللأسف هذه لم لا 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 حتى الآن ليست واضحة الرؤية لدينا. ما زال هناك عقلية المغالبة من الأطراف السياسيين، ليس لدينا الصبر على بعضنا البعض لبناء نظام سياسي قائم على الاختلاف، ولكن وجدنا أن هناك من أخذ الفرصة سريعا وأخل بالاتفاق السياسي حسب رأيي الشخصي وأقام مجلس الدولة. البرلمان نفسه هناك فئة رأت أن هذه الخطوة غير ضده، فعمل على تعطيل أعطاء الثقة للحكومة. أعتقد ما يريد الغرب ليس مهم، المهم هو ما نريد نحن وكيف نصنع نحن النظام نحترم فيه بعضنا البعض ويتسع لنا بعضنا البعض. إذا لم نصنع بناء هذا النظام أعتقد أن العملية ستسوء وستستمر الوفود الأوروبية لسنة 2017-2018 كما حدث في العراق حتى الآن والصومال وأفغانستان. طيب سيد جيدل، إذا ما المردود الذي يمكن أن تعكسه مثل هذه الزيارات على نسق عمل مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، خاصة قبل منح حكومة الوفاق الثقة من قبل مجلس النواب؟ والله هذه العمليات تدعم بشكل واضح حكومة التوافق وتدعم التوافق، وقد رأينا أن حكومة التوافق تستلم مقرات تابعة للحكومة الليبية، لكن يبقى هذا عملا غير كاف، لأن الذين يعرقلون عملية التوافق الآن انكشفوا، معروفون يعني من الأول، ولكن انكشفوا أمام الجميع. الآن أدرك الجميع أن جنرال حفتر بسط يده على البرلمان، وهو الذي بسلطته العسكرية وجيشه يمنع الأغلبية من البرلمانيين أن يعطوا ثقة لهذه الحكومة. يبقى الآن الحل أمام المجتمع الدولي وأمام الليبيين، أغلبية التي وافقت على اتفاق سياسي ولا حكومة التوافق، أن تعطي هذه الحكومة ثقة خارج طبرق. طيب في مكان آخر يمكن لجميع البرلمانيين الممثلين للشعب الليبي أن يجتمعوا وأن يعطوا هذه الثقة. طيب، وصلت الفكرة. سيد برشان، بالنسبة لجهود تنفيذ الاتفاق السياسي، ما الفوائد التي يمكن أن تضيفها زيارات المسؤولين الغربيين إلى ليبيا وتسهم في إنهاء حالة الانقسام برأيك؟ والله يعني أعتقد أن كثرة
هذه الزيارات والاحتفالات بهم واحد، أعتقد أن هي غير مريحة. أنا أعتقد أنها لا تفيد، لأن زي ما قال الإخوة الحقيقة هو الشأن الداخلي هو المهم في كل الحالات، وإن الدعم الغربي لأنهم يستخدموا في الطريقة الغربية في الدعم، فهمني كيف؟ وهذه لا تنسجم مع المزاج الليبي. أنا أعتقد أن الإفراط في وجودهم الآن أعتقد غير مفيد. مفروض الحكومة السراج والمجلس الرئاسي يعتنوا بالشيء الداخلي ويهتموا بالمواطن الليبي ويتكلموا معاه، يعني حتى بصفة يومية. أنا أعتقد أن العملية مبالغة في إبعاد المواطن الليبي من اللي حاصل يعني أمامه. أعتقد الدعم الدولي مفيد، بس فيه يعني شوية ذكاء ومعرفة بشأن المواطن الليبي، بشأن الليبي والمواطن الليبي، بحيث أنه دعمهم يكون موفق. في اعتقادي أن العملية كانت غير مفيدة في رأيي، يعني تعتبر هي مش عملية تدخل نعم. فوق اللازم، بس أعتقد أن هي عملية ترينا الطرف الآخر من هذه البلدان، أن هي طبعا بلدان لها سوابق في ليبيا. طيب بلدان استعمارية. طيب في هذه النقطة دعني أنتقل يا سيد الفطيسي. يعني تحدث سيد ورشام فيما يخص بمهام المجلس الرئاسي. في هذا الصدد يعني أوروبا دعت المجلس الرئاسي إلى التسريع من وتيرة تسلمه لسلطاته. ما الذي يمكن أن يؤديه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في هذا السياق؟ طبعا المجلس الرئاسي الآن أمام عقبة، وهي عدم اعتماد حكومته، وهذا طبعا يجعله يعني مكتوف الأيدي في قضية أن الوزراء يعني يستطيعوا أن يبدأوا في عملية التنفيذ، لأنهم لا يستطيعون إصدار قرارات ولا يستطيعون، ووجودهم هذا البروتوكولي قصدي ما زال يعني غير رسمي، لأنهم لم يعطوا الثقة ولم يقسموا القسم أمام الجهة. طيب في هذا الإطار يعني حسب الظروف التي أشرت إليها الآن سيد الفطيسي، يعني ما الذي يمكنه أو ما الذي يمكن أن يفعله المجلس الرئاسي طالما أن أوروبا تدعو المجلس الرئاسي إلى تسريع هذه الوتيرة، وتيرة تسلم السلطة؟ هو المجتمع الدولي الآن يضغط على، يقوم بالضغط على البرلمان للاجتماع، لأن هذه العقدة الآن التي أمام المجلس الرئاسي وأمام حكومة التوافق. ولكن ولهذا نسمع كثير من التصريحات للمبعوث الأممي وللوزراء دائما وابدا، في كل خروج صحفي يتكلمون ويشجعون ويحاولوا بقدر الإمكان أن يحفزون البرلمان لعقد جلسة تعطى فيها الثقة للحكومة، لأن كل ما تأخرت العملية وكل ما تأخر العمل. ولكن أعتقد أن إذا لم يستطع البرلمان الاجتماع في أقرب فرصة، فربما يتم الاعتماد في خروج أو اجتماع في مكان غير طبرق، أو اعتماد التوقيعات اللي حدثت اللي هي 101 و102 المرة الماضية وتعتمد الحكومة. وهذا طبعا قد يسبب شرخ كبير، لأن فيه مجموعة في الشرق الليبي لا ترى في أن هذا العمل غير دستوري وغير قانوني، وربما يصير فيه نوع من تشكيل حكومة أخرى ونقعد في حكومتين كما كان في الماضي. وهذا طبعا يقلق المجتمع الدولي، ولكن المجتمع الدولي مصر على أنه تكون هناك حكومة توافق وتكون في طرابلس العاصمة. ولكن غير المجتمع الدولي وبعض الكيانات الانفصالية تريد أن تكون الحكومة في غير طرابلس وتنفذ ما يريدون هم منها، يعني للأسف. يعني طيب سيد البرعصي، برأيك إلى أي مدى يمكن للدعم والتأييد الدولي لحكومة الوفاق الوطني أن يغير من مواقف الرافضين للاتفاق السياسي ومخرجاته، وبالتالي يذهبون في اتجاه التوافق؟
أعتقد أنها ليست مهمة الدعم الدولي، إنها مهمة المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي للأسف حتى الآن لم يبدي أي قيادة أو ليدرشيب بجمع المختلفين وضمأنة الأطراف المختلفة. هناك أطراف من البرلمان ترى أن عملية الضغط بهذه الصفة الحالية من المجتمع الدولي هي عبارة عن تضحية بالبرلمان لأجل فئة معينة من هذه من فئة سياسية معينة التي الآن سيطرت على المجلس الدولة بطريقة غير قانونية. ترى أن الأغلبية في المجلس الرئاسي ربما تعمل ضد هذه الفئة في البرلمان. كل هذا يجعل انعقاد البرلمان صعب جدا. الحل أعتقد هو أن يظهر المجلس الرئاسي برئاسة السيد السراج دبلوماسية أكثر، أن يكون على اتفاق كبير بالجهتين، سواء كانت البرلمان والمقاطعين والمنتمين لحركة الكرامة هنا في شرق ليبيا، أو إلى الطرف الإسلامي الآخر الممثل في مجلس الدولة والذي تشكل بطريقة غير قانونية. وهذا ما يثير الخوف، كيف للمجتمع الدولي، هنا البرلمانيين يقولون كيف للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن جزء أصيل من الاتفاق السياسي قد تم انتخابه بطريقة غير قانونية، وفي نفس الوقت يريد الضغط علينا حتى نمر الحكومة. هذا يضعهم تحت شك كبير، يضعهم أن هناك ما يحاك لهم في الظلام حتى يتم إقصائهم في المشهد القادم. هنا نريد بناء جسور الثقة بين الأطراف، أن نضع الحدود المشتركة الدنيا، أن يجب أن تكون هناك حدود دنيا مشتركة من قبول الآخر. لا يمكن لنا أن نقصي البرلمان وأتباع حركة الكرامة وقيادة حركة الكرامة من المشهد الليبي، لا يمكن لنا إقصاء الإسلاميين من المشهد الليبي. يجب أن نعمل صيغة معينة للمشاركة لهذه الفترة بسيطة حتى يكون هناك الدستور. إذا لم نستطيع الوصول لهذه الصيغة المشتركة، أعتقد أننا لن نصل إلى حكومة وفاق وطني. ستستمر الحرب، هناك الآن الحرب في سرت. الكل يريد أن يغنم سرت، سواء كان من طرف الكرامة أو من طرف فجر ليبيا. كل هذا يدل على أن الأطراف ليست لديها ثقة تامة بينهما، وهذا ما هو يهدد العملية السياسية الآن. طيب سيد جيدل، يعني إيطاليا أعلنت أن القتال ضد ما يعرف بتنظيمات الدولة سوف يكون بأيد وقرارات ليبية، برأيك هل يوضح ذلك شكل الاستعانة بالمساعدات الخارجية في هذا الخصوص؟ هذه القضية ربما قناتكم قد تطرق عدة مرات. نعم، محاربة داعش تكون بأيدي الليبية، ولكن أيضا بمساعدات خارجية وبدور خارجي واضح وفعال. هذه الأيدي الليبية التي يقصدها الإيطاليون هم المسلحون الموجودون فوق الأراضي الليبية، ستكل لهم مهمة محاربة داعش بريا، بينما تقوم بقية الدول بالضربات الجوية. طبعا هذا يستدعي في أحسن الأحوال أن يكون بطلب من حكومة سراج أو بموافقة منها، ولكن إذا حدث تدهور خطير في ليبيا، كأن تهاجم منابع النفط أو كأن يقوم الإرهابيون أو يقوم جنرال حفتر بعملية عسكرية كبيرة، هنا الأمور ستنقلب المعادلة، ويمكن للغربيين أن يسرعوا من عملية الضربات الجوية ومن التدخل البري، لأن الأوروبيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا كانت هناك أخطار تهدد وحدة ليبيا أو تهدد استقرار ليبيا. كل ما يمكن أن يبعث أن يرمي بليبيا إلى الهاوية لن يقبله الأوروبيون، لأن كما قلنا استقرار أوروبا الآن مبني على استقرار ليبيا، وصبر المجتمع الدولي مع التلكؤ الذي أبداه الإخوة في الشرق من إعطاء الحكومة وعرقلة عمل الحكومة، وكذلك الصبر الذي أبداه إلى اليوم المجتمع الدولي إزاء حفتر، هذا الصبر يمكن أن ينفد وإذا حدثت هذه الأمور.
طيب سيد برشان، ما مدى تأثير استمرار المجتمع الدولي في دعم المسار السياسي في ليبيا واعتباره الخيار الوحيد لاستقرار البلاد وحفظ أمنها وسيادتها؟ طبعا هذا مربوط حقيقة بما ينتجه الواقع الليبي، وتقريبا تكلمت في هذا الموضوع هذا سابقا. أعتقد السيد حسين تكلم على شيء مهم جدا، هو صبر الدول أو العالم الخارجي على ليبيا لخطورة موقع ليبيا وأهميتها بالنسبة لهم. مهما كانت في كل ظروف سوف يتحمل الحكومة هذه ويدعموها إلى حد معين، إذا كان يعني فقدت السيطرة ولا انفرطت الأمور، بس إن هي مثلا ك يعني صراع سياسي حيصبر عليه إلى حد بعيد. ونقاشاتي أنا مع بعض المسؤولين في أوروبا في الموضوع هذا أنهم هم مستمرين في هذا الوضع. لكن خليني بالله أزيد نقطة في الموضوع هذا، أن الأوروبيين لديهم مسارين. أنا أعتقد أنه الأوروبيين لديهم خطة باء، وخطة باء هذه تقريبا يعمى عليها من فترة. فالمفروض والواضح لنا الآن أو المسار السياسي هذا وجه معين، بس أنا أعتقد أن في هناك حراك آخر أمني يشتغل عليه وخطة ثانية يشتغل عليها من فترة. وأعتقد أن هدية لحد الآن حتكون يعني نسبيا بعيدة، إنما أن هم يضعوا في أسس هذه الشيء الخطة، أنا أعتقد هذا موجود الآن على الأرض الليبية. طيب على ماذا ترتكز هذه الخطة الأمنية التي تتحدث عنها؟ أنا أعتقد أن هي مرتبطة ببعض زي ما قلت التقوقعات الأمنية والسياسية الموجودة على الأرض. فهم عندهم اتفاقيات زي ما تقول باطنية أو مبطنة أو يعني خلفية أخرى أمنية وعسكرية مع حفتر، مع بعض الميليشيات، مع بعض أفراد النظام السابق. فهم يعني ماشيين في خط السراج لحد معين، بس نفس الوقت لديهم يعني خطة رجوع يعني لأطراف أخرى. طيب وضحت الفكرة سيد الفطيسي. إذن المجتمع الدولي ظل يعلن منذ توقيع الاتفاق السياسي دعمه للحل السلمي في البلاد، برأيك هل الدعم السياسي الدولي الراهن فقط هو ما تحتاجه ليبيا حاليا؟ طبعا هو الحقيقة لا مناص قضية مسار الحوار ومسار السلمي هو الحل، لأن قضية تسعير نار الحرب هذا ليبيا الآن لا تتحمل أكثر من ذلك، والقضية أصبحت على مرمى حجر من أوروبا في قضية انتشار هذا، خاصة فيما يتعلق بالمنظمات الإرهابية داعش وأخواتها. فهذا الأمر الآن الأوروبيين عرفوا أن ترك ليبيا يعني بمنأى عنهم، وأنهم دعوا الليبيين يحلون مشاكلهم بأنفسهم، هذا لم ينفع وتدخلوا. والآن الدول الكبرى أقصد الولايات المتحدة الأمريكية على رأسها، قال الرئيس أوباما من أسبوع وأسبوعين تكلم، والملف الليبي في كل ظهور له يتكلم على أن ليبيا لابد أن تستقر، ولابد أن يؤم السلام في منطقة البحر المتوسط. هذا أمر الآن أصبح يعني، إذن إحنا كيف لنا أن نستفيد من هذا التوجه الدولي؟ فعلا المجلس الرئاسي عليه أن يتفاعل. القضية استقبال الوفود شيء جميل، ولكن ماذا بعد؟ يريد لابد له أن يخطو خطوة نحو الحل المشكلة الأمني، نحو الحل المشكلة الاقتصادي. المجلس الرئاسي لا يحتاج ثقة البرلمان. المجلس الرئاسي هو مخرج من مخرجات الحوار، عليها أن يعمل بفريقه كاملا على الأرض. الآن استلم أكثر الوزارات في طرابلس، لكن مجلس النواب عليه أن يجلس تحت القبة ويقول لا، إذا لكن إذا مصادرة
قرار البرلمانيين أو مصادرة قرار الشعب، هذا الحقيقة يعتبر راهو يعني خيانة للذين انتخبوا هؤلاء. أما قضية البلطجة هذه والذي حدث الأسبوع الماضي في طبرق، الحقيقة شيء يندى له. إذا كان هناك اعتراض على الحوار، إذن نرجع إلى طاولة الحوار. بعد توقيع الاتفاق لن يكون هناك رجوع. المجتمع الدولي يقول لن نفتح المسودة مرة أخرى. صحيح أن الاتفاق ليس مثاليا، الاتفاق فيه ثغرات، ولكن هذه هي طبيعة الاتفاق بين الأطراف المتناحرة أو المتقاتلة. نعم. لا بد من التنازل من الطرف هذا والطرف هذا حتى نصل إلى بر الأمان. طيب إذن سيد البرعصي، ما الخطوة التالية المتوقعة من المجتمع الدولي نحو ليبيا، وكذلك ما ينبغي على الليبيين القيام به من أجل تجاوز الخلافات الحالية؟ أعتقد أن المجتمع الدولي دائما يتعامل بما هو موجود على الأرض، بالقوة التي تسيطر على الأرض وبالوضع الحالي على الأرض. إذا رأى المجتمع الدولي أن أي من القوتين الموجودين الآن يمكن لها سيطرة على ليبيا أو لها أفضلية معينة، سيتجاوز الاتفاق السياسي وسيعمل إلى التعاون مع هذه القوة. هذا هو صبر المجتمع الدولي مع أي مشكلة دولية، سواء كانت في ليبيا أو غير ليبيا. ما زلت أصر على أن الحل لن يكون بالمجتمع الدولي، المجتمع الدولي سيكون عامل مساعد لمساعدتنا على تجاوز هذه المشاكل. الحل يكمن في ليبيا في الداخل. السادة الكرام قبلي كلهم أشاروا أن هذا البرلمان يجب عليه وأنه خيانة وما إلى ذلك. لماذا ننظر إلى نصف الصورة؟ لماذا ننظر إلى الصورة كاملة؟ هناك فعل قام به المجلس الدولة وهو مخالف للقانون، لماذا لم نتكلم عليه؟ إذا لم نستطيع التكلم على هذا الطرفين بمقياس واحد وبإدانة واحدة، ستكون هناك دائما الرغبة في المغالطة وعدم الثقة في الطرف الآخر. ما أراه الآن هو تحميل المسؤولية لجزء معين لغرض أن يكون جزء الطرف الآخر هو المنتصر. هذا هو الخطأ الكبير الذي يحدث في ليبيا منذ 2013 وحتى الآن. إذا أراد الليبيين مرة أخرى، هناك تنازلات يجب أن تكون كبيرة وعلى مستوى القادة السياسيين في ليبيا. للأسف نحن للأسف الآن شباب ليبيا الصغار السن هم من يموتون، هم من يفقدون أطرافهم، هم من يفقدون حياتهم في مقابل طغمة سياسية لا تتجاوز 50 شخص أو 60 شخص هم من يتحكم في ليبيا. لماذا؟ لأنهم لا يريدون الجلوس مع بعض، لا يريدون احترام الاتفاق السياسي الذي وقع. الاتفاق السياسي وقع، هناك برلمان، هناك مجلس سياسي، هناك مجلس دولة. رأينا أن هناك من أخذ أعضاء من المؤتمر الوطني اجتمعوا وكونوا مجلس دولة بمخالفة قانونية. رأينا البرلمان، بعد البرلمان هناك جزء كبير منع الآخرين من التصويت. إذا كانت هذه عدم الثقة مستمرة، صدقني لن يكون هناك حل في القريب العاجل. المجتمع الدولي لا يملك العصا السحرية. المجتمع الدولي يمكنه أن يدمر سريعا كما دمر العراق في 2003، كما تدخل في ليبيا، وكان الهدف الرئيسي هو قبل القذافي وليس مناصرة الشعب الليبي. للأسف هذه حقيقة. بعد 5 سنوات الآن سيتركنا أن نتقاتل مع بعض، ندمر كل شيء. البترول ليس لها ذلك الأهمية. لن نكون بليبيا لن تكون خطيرة كخطورة سوريا والألف من المهاجرين الذين يدخلون إلى 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 إلى, إلى أوروبا. جميع التفجيرات التي حدثت في فرنسا قاموا عن طريق دواعش داخلين وعن طريق. طيب وصلت الفكرة سيد البرعصي. سيد جيدل، إذن ما الخيارات التي يمكن أن يلجأ لها المجتمع الدولي تجاه ليبيا في ظل حاجته لحكومة قوية وطرف يتعاون معه في ملفات مهمة مثل الهجرة والإرهاب؟ أولا هناك خيارات سياسية وهناك خيارات أمنية. هناك خيارات نود أن تكون مجسدة في الواقع، وهناك خيارات نظرية يمكن أن يلجأ إليها. الخيارات السياسية هو أن يعطي بشكل واضح، هو صدور قرار من مجلس الأمن يعترف بحكومة التوافق ويعترف بالثقة التي يمنحها البرلمانيون، حوالي حسب معلوماتي الآن العدد ارتفع إلى 150
برلمان يريدون التصويت وإعطاء ثقة للحكومة. هذا خيار، الخيار الأمني هو في حل في ظل هذا التدهور، إذا حدث لا قدر الله تدهور في الوضع الأمني، هناك استعدادات حثيثة على الأرض الليبية، هناك تواجد عسكري أجنبي على الأرض الليبية، وهناك الآن استنفار على مستوى حلف الناتو وعلى القوات الأوروبية، طبعا حماية لأوروبا من المهاجرين، ولكن لإعادة تشكيل المنطقة، وخاصة هذا التشكيل يتم عن طريق يبدأ بليبيا، ولكن هذه كلها لن تتم إلا إذا ضغط المجتمع الدولي بشكل صريح على المعارقين، سواء كانوا في طرابلس أو كانوا في طبرق أو كانوا ممثلين في جنرال حفتر. إذا لم تكن هناك عقوبات واضحة، عقوبات واضحة واضحة وصادرة من مجلس الأمن ويلتزم بها المجتمع الدولي، فالأمور مفتوحة على عدة جبهات، ممكن الانزلاق في الوضع الليبي، ولكن الأوروبيين لن يلجأوا إلى هذه الخيارات التي يمكن أن تمدد من عمر الأزمة، فهم يحاولون الآن الوصول رويدا رويدا وبالحلول الدبلوماسية والسياسية إلى حل توافقي يبعد فيه هؤلاء الشخصيات الجدلية وهؤلاء هذه القلة القليلة التي تعرقل الحل طيب. في ليبيا وتمنع الشعب الليبي من أن يبدأ حياته جديدة. طيب سيد برشان، مؤسسات الاتحاد الأوروبي أعلنت استعدادها للتعاون مع المجلس الرئاسي بحسب بوستولوفا، برأيك ما هي المؤسسات الأوروبية التي تحتاج ليبيا مساعدتها في الوقت الراهن؟ طبعا يعني عندك عدة قطاعات في ليبيا محتاجة للمساعدة، خليك من الناحية الأمنية، نحن دائما نتكلم عليها والعسكرية، بس مثلا من الناحية الأمنية، من ناحية إدارة الدولة، في كثير من المؤسسات الأوروبية، مثلا حتى في مثال اليوم الذي حصل فيه في عملية سفينة النفط، هذه أعتقد في حد ذاتها تفاعل جيد من الدول الأوروبية، فهمني كيف، بقرار الأمم المتحدة طبعا، فهمني كيف أنه هم توقيف هالناقلة الذي خرجت من طبرق أعتقد، فهمني كيف، بعيد عن سيطرة الشركة الوطنية للبترول على النفط قصدي، فهمني كيف، تدخل المجتمع الدولي ودعم الحكومة في قراراتها، وأعتقد أن هذا هو الشيء الفعلي الذي يعني ما أعتقدش أنه هو لطرف واحد، أعتقد هذا كله يصب في مصالح الليبيين عامة، وأعتقد أن هذه القرارات وهذه التفاعلات هي جيدة. رجوعا لعملية المؤسسات، طبعا المؤسسات المالية من أهم شيء أعتقد اللي يستطيع يدعموا بها في الدولة الليبية، لأن زي ما تعرف المؤسسات المالية و يعني ضعف الدينار وسوء إدارة البنوك عندنا، هذه طبعا في تبذير كبير جدا في أموال الشعب الليبي. عندك الاستثمارات كذلك حتى هي في عالم آخر، مؤسسات مثلا طبعا هي معظمها خاصة، حتى في إدارة ثرواتنا زي البترول وزي الثروات الأخرى، عملية دعم مؤسسات مهمة، خاصة مثلا في عملية كيفية في الصناعة، في عدة مجالات، في التربية، في الصحة، أنا أعتقد في كثير من الأشياء محتاجين في الشعب الليبي. نعم. بس أهم شيء أن هي تكون يعني واضحة للشعب، ليس بس كلام إعلامي ورؤى وهذه الأمور، بل تكون يعني ذات فائدة آنية للشعب الليبي، الشعب الليبي الآن أي قطرة مية تفيده. طيب في المسألة الاقتصادية سيد الفطيسي، ما إمكانية الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج والتي تقدر بنحو 350 مليار دولار، ودور الإفراج عن هذه الأرصدة في مساعدة حكومة الوفاق؟ بداية نريد أن نصحح أن الحقيقة الأموال المجمدة ليست بهذا الرقم الذي ذكرت. الأرقام الحقيقة الأرصدة المجمدة يعني تقريبا حوالي 70 مليار،
هناك أموال منهوبة قد تكون تصل إلى أرقام كبيرة، ولكن لا نعرف كم هي وأين هي، اللي هي نهبت من الفساد في العهد الأول. لكن فيما يتعلق بقضية رفع التجميد، أنا حقيقة لا أقر رفع التجميد الآن. الحكومات الانتقالية دائما وأبدا ربما هي تعيش أزمات، ولكن في عدم وجود المحاسبة الدقيقة، وجود المال في أيدي الحكومات قد سبب مشكلة في الماضي للأسف. ميزانيات في 2013 و2014 يعني هدرت ميزانيات كثيرة للأسف، ونتائجها لم نرى شيئا على الأرض. لكن هناك يعني عدة طرق للخروج من الأزمة الاقتصادية. الاستقرار الأمني هو أهم نقطة أساسية لبدء الاستقرار الاقتصادي. ليبيا الحقيقة يعني لو بدأنا إنتاج وتصدير النفط ورجعنا إلى الكوتا متاعنا اللي هي 1,600,000 حسب أوبك، يعني هذا دخل لا بأس به، وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد، فالحل موجود. هذه نقاط أساسية، إذا استطاع المجتمع الدولي أن يساعدنا في هذا يبقى هذا يعتبر من النقاط. والنقطة الأساسية هي المساعدة في محاربة الجريمة المنظمة. بعد الثورة، بما أن هناك كثيرا من المنظمات تشكلت، منظمات خارجة عن القانون، ليست إرهابية، الإرهابية هذه معروفة في داعش أو في غيرها، ولكن منظمات جريمة منظمة، هذه الحقيقة هي التي يجب أن يساعدنا العالم في القضاء عليها، لأنها تمثل حجر عثرة في كثير من الأمور، لأن الاستقرار الاقتصادي هو بداية الاستقرار الأمني، وكذلك الاستقرار الأمني والاقتصادي يعني هم الحقيقة متبادلات. نعم. في أهميتهم يعني. نعم. طيب سيد البرأسي، إذن كيف بالإمكان أن تتلقى حكومة الوفاق الدعم والمساعدة بكافة أشكالها من المجتمع الدولي دون تجاوز المساس أو دون المساس بالسيادة الوطنية، خاصة في ظل حالة الانقسام الراهنة؟ سؤال صعب للأسف. المجلس كله يرجع إلى كاريزما المجلس الرئاسي وليس الحكومة. لا نتكلم عن الحكومة، نتكلم عن المجلس الرئاسي. إذا كان المجلس الرئاسي قادر على احتواء هذه المشاكل وعلى احتواء هذه الأطراف المتضادة في ليبيا، للأسف الأطراف المتضادة في ليبيا في سبيل أن تدمر الطرف الآخر تقوم بالاستقواء بالأجنبية وبالاستقواء بالأطراف الأخرى مخارج حدود الوطن، وهذا هو أحد المشاكل الكبيرة في ليبيا الآن. الخوف الشخصي كسليمان هو أن المجلس الرئاسي ليست لديه الفيضرة والقوة، قوة شخصية، ليس لديه قوة شخصية على فرض صورة نمطية لليبيا جديدة، على فرض صورة نمطية مساهمة لليبيا في الفترة الانتقالية خلال العام القادم. للأسف المجلس الرئاسي ينجر لهذه المهاترات بين البرلمان والمؤتمر وبين الأطراف السياسيين، ولم يكن قادرا على فرض شخصيته على هذه الأطراف. هذه هو الضعف الرئيسي، وهذا هو الخطر الرئيسي على الشرعية وعلى السلطة الوطنية في ليبيا. سمعنا بعض التقارير، لا نعرف هذه حقيقة أم لا، على المهاجرين وتوطينهم في ليبيا. كل هذه الإشاعات وهذه الأخبار الغير معروف مصدرها ربما تكون نخبة سلبية في المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي مطالب مرة أخرى لإظهار قوة شخصية كبيرة لتقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف، لتأجيل هذا الصراع ربما، أو إقناع الأطراف بتحويل الصراع من صراع سياسي تدميري، من صراع عسكري تدميري على الأرض، إلى صراع سياسي على الأفكار. إذا استطاع كل هذا يمكن له المضي قدما. إذا لم يكن له هذه قوة شخصية لفرض هذه القرارات وهذه التوجهات الجديدة، أعتقد أنها ستكون مأساة جديدة، وستستمر هذه المشاكل في ليبيا خلال 2016 وربما حتى إلى ما بعد الدستور الجديد. طيب إذا سيد جيدل،
إيطاليا بصدد استضافة مؤتمر للشركاء الدوليين قريبا من أجل تعزيز الدعم لحكومة الوفاق، برأيك هل يمكن أن يغير هذا المؤتمر من واقع الأوضاع السائدة بالبلاد؟ هذا يتوفق أو يتوقف على ما تؤول إليه العملية السياسية في ليبيا. يمكن لهذه الدول الأوروبية أن تجتمع أو هذه الدول العالم أن تجتمع وأن تقرر أن تعطي الشعب الليبي إعانات وكذا، ولكن إذا كان المحاور الذي اختاره الليبيون الآن وهو حكومة التوافق ضعيفا، ليس لم يحظى للآن بدعم واضح من الشعب الليبي، رغم أن الشعب أغلبية الشعب الليبي تؤيد، ولكن لابد من وضوح، من تأييد واضح بخروج في مظاهرات مساندة أو بظهور البرلمانيين، انتقال البرلمانيين إلى مكان آخر وإعطاء الثقة. هذا كله يتوقف على قوة الحكومة الليبية. قد قلت من قبل إن الحكومة الليبية الآن في أيديها ورقات أو أوراق ضغط قوية جدا. ما دام استقرار أوروبا يتوقف على استقرار ليبيا، وما دامت مصالح أوروبا الأمنية والسياسية متعلقة إلى هذا الحد بهذه المعادلة، فعلى الليبيين أن يفرضوا رؤاهم، وخاصة فيما يتعلق بالأوروبيين، أن يقال للأوروبيين نحن نريد منكم كذا في مقابل كذا، أعطونا كذا ونعطوكم كذا، وهم مستعدون لأن يقدموا. قد ذكرت على قناتكم عدة مرات أن هناك برامج نوقشت وهي موجودة على مستوى الاتحاد الأوروبي تقدم للحكومة الليبية في جميع المجالات، طبعا حفاظا على هذه المصالح، ولكن الدول الأوروبية أيضا تريد أن تتموقع بصفة جدية في المشهد الليبي القادم. لذا رأينا توافد السفراء، ولكن قبل ذلك كان هناك تواجد عسكري. الأوروبيون يريدون، يعرفون جيدا أن التموقع السياسي الآن في ليبيا لابد له من قوة عسكرية تسنده، ولذا كان لهم تواجد كثير، وهذا التواجد كما رأينا فرنسا في بنغازي، رأينا الأمريكان، رأينا الإنجليز. إذن هذا الاجتماع يمكن أن يقدم الكثير للشعب الليبي، لكن شريطة. طيب إذن دعني أذهب لي سيد برشان. سيد برشان، إلى أي مدى تستطيع حكومة الوفاق الاستفادة من الدعم المزمع تقديمه من المجتمع الدولي لها بما يتيح لها توفير التنمية والاستقرار بالبلاد؟ هو أكيد يعني يستطيع ويستفيد من هذا الزخم الدولي لدعم ليبيا. أول شيء طبعا هو بالتنسيق معهم، وزي ما قال دكتور محمود، تأسيس أو تكوين استقرار في البلد والسيطرة عليها، يعني زي ما تقول في أمورها. هذا يعطي واقع جيد للدول العالم أنها تستطيع أن تفيد الدول الليبية، من أبسطها الاستثمار. فمن كيف زي ما تعرف إحنا عندنا كثير من المشاريع المتعثرة والمتراجعة زي ما تقول، يعني يستطيعوا يدعمونا باستثمار دولي في ليبيا مثلا، هذه واحدة من الأشياء. بس حقيقة خليني بالله في نقطة في بالي من بدري، هي إشكالية إن هناك دعم دولي، بس حقيقة الواقع مش باين، مش واقعي. مثلا فرضا لما المدة الأخيرة نجد صور كثيرة لسلاح داخل ليبيا، المجتمع الدولي لا يستطيع أن يراقب حدود ليبيا ويعرف من يدعم القوات المتقاتلة هدية، فمن كيف بالسلاح. لا أفهم هذا، يعني تو معقول فرنسا ولا أمريكا لا تعرف من أين السلاح جاي، من بحرا ولا برا ولا دول مجاورة ولا إقليمية؟ أكيد يعرفوا، يعني زي ما عرفوا مثلا سفينة النفط هدية، أكيد يعرفوا السلاح منين جاي، يعني لكل الأطراف اللي نتكلم راح. فهذا حقيقة معضلة مش فاهمها. الدعم الحقيقي وعطاء الثقة للشعب الليبي أنهم يقفوا بقوة في وجه هذا السلاح وهذا القتال. إذا استطاعوا إيقاف القتال في ليبيا، هذه تكون يعني مرحلة ممتازة جدا. حتى مساعد الدول مش محتاجينها، لأن الليبيين ما شاء الله عندهم قدرات أنهم يستطيعوا ينقذوا بلدهم. يعني
طيب سيد الفطيصي، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة التي تطلبها الحكومة الليبية في أي لحظة، ما الذي يجب على حكومة الوفاق أن تطلبه من المجتمع الدولي ضمن سياق أولوياتها؟ بداية بالله دعني في نقطة الأخ البرعسي من البيضة تطرق لها، وأنا أتمنى أن يعني أرد يعني بكل الود والاحترام لأخينا البرعسي فيما يتعلق ما حدث في طرابلس في مجلس الدولة. أنا أعتقد أن فعلا هناك خرق، لكن هو البداية كان البرلمان عندما جلس في جلسة من الجلسات وخرق الاتفاق بحذف المادة أو تجميد المادة رقم 8. فالحقيقة أنا أرى أن فعلا ما حدث في طرابلس ما كان لم يكن موفقا، ولكن طبعا مصادرة رئاسة المؤتمر لأصوات أعضاء المؤتمر جعلت مجموعة من هؤلاء يجتمعون وهم أغلبية ويعتبرون أنفسهم هم المؤتمر الوطني، وطبعا حسب الاتفاق أن التعديل لم ينص عليه من يعدل الإعلان الدستوري، يعدله المؤتمر الوطني ثم يعدله البرلمان، وهذا طبعا المؤتمر الوطني يقول أريد التعديل لأن أنا عندي حكم محكمة، وهذا عندما أقوم بالتعديل أنا في منأى من الطعن، وهذا شيء قانوني جدا جدا. ولكن الخرق هنا بدأه البرلمان. أنا حقيقة أرى أن الجسمين سواء المؤتمر والبرلمان هم من أفسدوا الحياة السياسية للأسف، احنا طبعا نقولها وبكل مرارة. ردا على سؤالك أستاذي الكريم فيما يتعلق بماذا يجب على الحكومة أن تفعله، الحكومة يجب أن تكون الآن بهالوقت هذا عندها خطة اللي هي خطة قصيرة المدى ومتوسطة المدى. قصيرة المدى معناها في 100 يوم. الآن مفروض هذه الخطة معروف ماذا سيعمله المجلس الرئاسي من نفسه بحكومته، وماذا يريد من المجتمع الدولي أن يقدم له. هذا الأمر يجب أن يكون الآن مبوم برؤية واضحة وأهداف واضحة، أهداف كمية معروفة في شهر الفلاني شنو المفروض يكون الشهر اللي بعده. ولكن أما أن ننتظر العالم بيساعدك هذا أمر جي، هو يعطيك خطاب جيد، لكن إذا أنت لا تعرف ماذا تريد فالأمر الحقيقة لن يكون يعني جيدا، ولا يستطيع المجلس الرئاسي أن يخطو خطوات يقول للشعب الليبي أنا بدأت فعلا في مرحلة جيدة ومرحلة نماء ومرحلة استقرار. طيب إذا سيد البرعسي، منح الثقة لحكومة الوفاق من قبل مجلس النواب يعتبر من أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة، ما هو مستقبل هذا التحدي بحسب متابعتك، وما يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي في هذا الإطار؟ هل بإمكانه الضغط على مجلس النواب للوصول إلى هذه النقطة؟ سيد البرعسي، إذا كنت في الاستماع كنت قد سألتك عن منح الثقة لحكومة الوفاق من قبل مجلس النواب يعتبر من أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة، ما هو مستقبل هذا التحدي بحسب متابعتك، وما الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي في هذا الإطار سواء كان من عملية الضغط على مجلس النواب؟ أعتقد أن ما يمكن أن يفعله مجلس المجتمع الدولي والمجلس الرئاسي هو طمأنة الأطراف المتخوفة. سأكون واضح وصريح معك، هناك أنا الآن في البيضاء وكنت في بنغازي الأسبوع الماضي وتناقشت مع الأشخاص على هذه النقطة. هناك جزء متخوف لما بعد إعطاء الثقة للحكومة، لأن ما موجود على السطح الآن يظهر أن هناك خطة ما لعدم وجود ثقة بين الأطراف في إخفاء طرف الحكومة أو القضاء على ما تم في الشرق الليبي خلال السنة ونصف الماضية. هنا الناس هنا تنظر أنها قدمت تضحيات كبيرة خلال سنة ونصف
لأجل القضاء على بعض الإرهاب سواء كان في بنغازي أو في درنة، وهي ليس لديها ثقة. إذا أعطت الثقة للبرلمان أن هذا سيستمر، بل ربما ستسير انتكاسة لهذه لما حدث خلال سنة ونص. هنا نريد الضمانات. ما هي الضمانات التي تضمن الحد الأدنى من الثقة المشتركة بين هذه الأطراف؟ إذا وصلنا إلى هذه النقطة، إذا استطاع المجتمع الدولي واستطاع المجلس الرئاسي بشخصيته المفروضة التي أن تكون قوية بإعطاء هذه الضمانات، بالضمانات الدنيا لجميع الأطراف سواء كان طرفنا الكرامة أو أطراف الإسلاميين في طرابلس، على بناء جسم سياسي لمدة سنة ونصف أو سنتين حتى نصل إلى الدستور، يمكن أن يصير اتفاق ويمكن أن يصير ثقة. إذا لم نعطي هذه الضمانات، إذا لم نكون قادرين على فهم مخاوف الطرف الآخر، وهي مخاوف طبيعية في الطرف الآخر كذلك في طرابلس. الإسلاميين يقولون إذا استمر حصر في المشهد فسيكون الضحية القادمة هم نحن. هذا شيء موجود على الساحة السياسية. كيف نضع هذه المخاوف جانبا، نصل إلى توافق معين حتى نجنب البلاد مزيد من التدمير؟ إذا لم نستطيع فعل ذلك، أعتقد أن المخاوف هنا خاصة في الشرق الليبي، لأن المجلس الرئاسي سيكون قراراته في ضد ما حدث خلال السنة ونصف الماضية. إذا لم نتفهم وجهة نظر جزء كبير من المجتمع الليبي تجاه هذه القضية، أعتقد أننا سنكون في أزمة كبيرة، ولن يسير أي تقدم على السياسي في الأيام القادمة. طيب سيد جيدل، مواجهة ما يعرف بتنظيم الدولة والتهديد المحتمل للمنشآت النفطية بحسب المجلس الرئاسي، كيف يمكن لحكومة الوفاق مواجهتها دون مساعدة من المجتمع الدولي في ظل تأكيد إيطاليا أن ذلك سيكون بأيد ليبية؟ مجتمع مواجهة الإرهاب، هذه قضية لابد أن تكون بأيد ليبية. نعم، لحد الآن أثبت الثوار والمسلحون الليبيون أنهم قادرون على دحر تنظيم الدولة. تنظيم الدولة في أحسن الأحوال، يعني آخر الأرقام تقول أقصى حد 6000، معظمهم غير ليبيين كما نعرف، جزء كبير منهم من أنصار النظام السابق، وجزء كبير منهم لهم علاقات مع الاستخبارات المصرية كما يعلم الجميع. إذن هذا النظام، هذا الجسم الغريب، هؤلاء الناس الذين هم ليسوا ليبيين ودخلوا ليبيا، يمكن طردهم ولكن بأيدي ليبيا، بقيادة ليبيا، بالثوار الموجودين على الأرض. هذه العملية إذا اتخذ القرار السياسي بحكومة التوافق وأعطيت للجسم الأجسام الأمنية التي ستتشكل مع هذه الحكومة الأمر بدحر الإرهاب، فإن داعش يمكن القضاء عليه. وهذه ليس كلام أقوله وحدي، وإنما هناك دراسات جادة في عدة دول تقول ذلك. والحمد لله أن داعش هذا ليس غولا كما يحاول البعض أن يجعل منه. إذن حكومة التوافق لا تحتاج إلى مساعدات خارجية الآن، إلا إذا تحالف داعش بشكل واضح وفاضح مع حفتر في هذه الحالة، ومع الدولة المصرية في هذه الحالة يبدو الأمر غير هذا الأمر. طيب، وهنا المعادلة تتغير. نعم. طيب إذن أختم معك سيد برشان، كيف باستطاعة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن يكسب التأييد من جميع الليبيين كما هو الحال الآن من قبل المجتمع الدولي؟ يكتسب التأييد من جميع الليبيين. آسف. نعم سيد برشان، مش عندك عوجي بالنهاية. طيب سألتك يعني إلى أي مدى أو كيف باستطاعة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن يكسب تأييد من جميع الليبيين كما هو الحال الآن، يعني لديه الدعم والتأييد من المجتمع الدولي؟ والله حقيقة يعني فيه تغييب كبير جدا للمواطن الليبي على اللي صاير في البلد.
يعني أول شيء أنصح بها الحكومة سيد سراج أو المجلس الرئاسي هو مخاطبة الشعب الليبي وتحديد رؤية واضحة ويعني أعطاء يوم بيوم أسبوع بأسبوع ولا كل شهر فني كيف على الأقل بما وصلوا. يعني الآن كنا أخبارنا من الفيسبوك أخبار إشاعات أخبار قاله ومقال وإلا من الصحف الأجنبية. يعني هذا أعتقد أنه هو ضعف كبير جدا. لا أعلم أسلوبهم الإعلامي أو طريقتهم الإعلامية، بس أنا أعتقد أنه هو المفروض يكونوا يكشفوا المواطن الليبي لجانبهم. يعني أعتقد أنه من الأول دائما كانت في خطأ استراتيجي في مخاطبة الشعب الليبي، أنهم هم خاطبوا البرلمان والمؤتمر ودخلوا شكرا. في الواقع السياسي ولم يستطيعوا أن يخاطبوا المواطن الليبي مباشرة. نعم، شكرا جزيلا لك، وبهذا نصل إلى ختام العاشرة. نشكر ضيوفنا الذين رافقونا في حلقة اليوم، حيث كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس وزير الصناعة في الحكومة الانتقالية سابقا محمود الفطيسي، وأيضا من البيضاء عبر الهاتف الناشط السياسي سليمان البرصي، وعبر سكايب من باريس الباحث في الشأن الليبي حسين جيدل، وعبر الهاتف من الدوحة الناشط السياسي وحيد برشان. شكرا لكم مشاهدينا، في أمان الله.